النهار اللي بدات هذا الميثاق ديال لاتاماكوز تقريبا الباح كانت الاجتماع 14، الحكومات السابقة عملت 13، وصلت ل 15 مزيور دو ديكونسونتراسيون اللي مشات، ولكن ما توصلوش اشنو هو التنظيم اللي خصو يكون في الجهات، لوغانيغرام وكيفاش يشتغل، ما توصلوش انه كيفاش يتجمعوا، لانه ما يمكنش نقبطوا هذا الشيء اللي عندنا داخل الوزارات ونعاودوا نحطوه في الجهات، خص يكون شويه ديال الجمع ديال لي مويا. مع الاسف ما يعني واش الوقت واش هذا مهم ما توصلوش. وكذلك لوغانيزاسيون سيبل تكلمت عليها البارح، ولي دي كونسونتراسيون 29 مزيور ما كانش عليها اتفاق انها تمشي يعني الجهات، لان كل وزاره وكتشوف واش يمكن تعطي هذا المزيو ولا ما يمكنش ما تعطيهاش. حنا عملنا اجتماع واحد هو 14 داخل الحكومه، ولكن بعد تفكير وبعد نقاش وبعد حوار الباح داز في ساعه ونص الاجتماع، اتفقنا 29 مزيو اللي غادي تمشي لا ديكونسونتراسيون. التنظيم غادي نديرو مدير جهوي قوي، وجمعنا بعض المرات جوج وزارات، بعض المرات ثلاثة الوزارات، بعض المرات أربعة ديال الوزارات، غادي يكون عندهم مدير جهوي اللي غيكون عنده جميع لي بوفوار باش يقدر يقرر. لي ديبارتومون غادي يبقاو، المديرين ديال لي ديبارتومون غادي يبقاو، يعني كاين المدير الجهوي كاين المدير ديال لي ديبارتومون. إلا كانوا أربعة ديال الوزارات كل وزارة عندها لو ديبارتومون ديالها، ومن بعد كاين لي شيف دو ديفيزيون، كاين الناس اللي غادي يشتغلوا لتحت، وكاين كذلك لي بروفانس اللي فيهم لي شيف دو ديفيزيون ديال اللي تابعين لهادو اللي هما جهويين. دونك اليوم التوجه يعني واضح، 29 مزيور اللي كانت بقات لينا صيفطناها، وحنا كنقلبوا فين ما كاين هادشي غنبقاو غاديين فيه في المستقبل، فين ما تبان لينا يعني شي مزيور غادي خصها تمشي للجهات غادي يمشيو للجهات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.